تعليمية موجودة داخل القصر الملكي في الرباط، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة في تعليم الأمراء والأميرات من السلالة العدوية، وسبق الحسن الثاني والحسن ومحمد السادس وكذلك ولي العهد الحسن الثالث أنهم قرأوا فيها. وفي هذا الفيديو غادي نوريكم معلومات غير على التلاميذ اللي قرأوا مع الملك محمد السادس. نبدأ على بركة الله. رقم واحد، سمير اليزيدي. ولد سمير اليزيدي سنة 1962 بمدينة الرباط، وحصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس، وبدأ مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية ثم لدى الوزير الأول سنة 1994، وعينه الملك محمد السادس عاملا على إقليم تيزنيت سنة 2012، وهي المهمة التي ظل يزاولها إلى أن عينه الملك مرة أخرى عاملا على إقليم بن سليمان سنة 2018. والسيد اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء. رقم 2، محمد ياسين المنصوري. ولد محمد ياسين المنصوري سنة 1962 بأبي جعد في إقليم خريبكة، وهو ابن القاضي عبد الرحمن المنصوري إمام أهل أبزو وخطيب الجمعة بمدينة أبي جعد بإقليم خريبكة. ترعرع ياسين المنصوري بأبي جعد قبل أن ينتقل إلى المدرسة المولوية، حيث درس إلى جانب الملك محمد السادس. حصل على الإجازة في الحقوق وعلى شهادة دبلوم ديال الدراسات العليا في القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، كما قام بالتدرب بداية التسعينات في الشرطة الفيدرالية الأمريكية أو ما يسمى بالإف بي آي، وقبلها التحق بديوان وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وساهم في الإشراف على الانتخابات التشريعية في عهد الملك الحسن الثاني. تم تعيينه مديرا لوكالة المغرب العربي للأنباء سنة 1999 إلى سنة 2003، ثم تولى مهام والي مدير عام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية من مارس 2003 إلى فبراير 2005، ثم سنة 2005 تولى منصب مدير المديرية العامة للدراسات والمستندات، ولا زال يشغل نفس المنصب إلى يومنا هذا. ثم يليه زهير الإبراهيمي الذي يشغل حاليا منصب رفيع في البريد بنك. وحصل زهير الإبراهيمي على الماستر في مجال إدارة الأعمال من كلية جون مونيه بفرنسا سنة 2003، وبدأ عمله سنة 2003 في مصرف المغرب كمساعد مدير فرع، ثم تم ترقيته سنة 2005 إلى مدير وكالة كبيرة، ثم تم ترقيته مرة أخرى سنة 2009 إلى منصب مدير المجموعة، ثم تم تنصيبه كمدير جهوي للبريد بنك سنة 2012، ولا زال يشغل نفس المنصب إلى يومنا هذا. رابعا، كريم رمزي. ولد كريم رمزي سنة 1961 في مدينة مراكش، وهو من عائلة من الدبلوماسيين. حصل على درجة البكالوريوس سنة 1981، وكان من بين الطلبة الخمس الأوائل في المملكة، ثم ذهب بعدها إلى كندا لمواصلة دراساته العليا، الأولى في جامعة أوتاوا في العلوم السياسية والاتصال، ثم درس في جامعة كارلتون الأدب الإنجليزي والصحافة، ثم اشتغل بعدها مراسلا للإذاعة المغربية ومنشطا لبرنامج يهتم بموسيقى الروك. شغل منصب مدير قسم الصور بمجلة نيوز ماغازين، ونظم عدة معارض منها معرض بالرباط العاصمة سنة 1988، وآخر بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية سنة 1990. وعينه الملك محمد السادس منتج لمعرض ثورة الملك والشعب سنة 2006 للاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال المغرب، وهو المصور الرسمي لمهرجان مراكش السينمائي الدولي سنة 2007، وضيف متحدث في جامعة هونغ كونغ سنة 2008.
خامسا الملك محمد السادس. محمد السادس هو الملك الثالث والعشرون للسلالة العلوية، وحصل على البكالوريا في يونيو 1981. واصل دراسته العليا في الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، وحصل على الشهادة الأولى للدراسات العليا في العلوم السياسية والشهادة الثانية في القانون العام. وتلقى خلال سنتي 1988 و 1989 تدريبا لمدة 6 أشهر بديوان السيد جاك دولور، رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك. وفي يوم 29 أكتوبر 1993 نال شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا من جامعة نيس الفرنسية، ومنحته جامعة جورج واشنطن درجة الدكتوراه الفخرية في 22 يونيو سنة 2000. سادسا إدريس أيسنبارك. ازداد السيد إدريس أيسنبارك في 22 نوفمبر سنة 1961 بالرباط، وبعد حصوله على الإجازة في العلوم السياسية التحق أيسنبارك للعمل متصرفا مساعدا ضمن أطر وزارة الداخلية في فاتح أكتوبر سنة 1985. وفي فاتح دجنبر سنة 1986 عين مكلفا بالدراسات بالوزارة نفسها، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه الملك في شتنبر سنة 2003 عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ثم عاملا على إقليم فيجي في فاتح مارس سنة 2010. سابعا نور الدين بن سودة. ولد نور الدين بن سودة سنة 1963 بمدينة الرباط، ودرس في المدرسة المولوية في نفس الصف الذي كان يدرس فيه الملك محمد السادس. في عام 1983 حصل على شهادة في القانون، وفي عام 1986 كان مسؤولا عن الدراسات في مجلس الوزراء في وزارة المالية. في عام 1991 أصبح رئيس الأركان لوزارة المالية، وفي عام 1993 أصبح مساعد مدير الضرائب المسؤول عن التفتيش المركزي للخدمات والتدخل. ثم في عام 1999 عين رئيسا للضرائب، وظل كذلك حتى عام 2010. وفي عام 2001 حصل على الدكتوراه في القانون العام في جامعة باريس. ثم في عام 2005 حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام في جامعة محمد الخامس، كما أصبح رئيسا للجنة الخبراء الأمم المتحدة في مجال التعاون الضريبي. في عام 2007 أصبح عضوا في اللجنة العلمية الدائمة لتلك الجمعية، وفي عام 2010 عينه الملك محمد السادس أمين الخزينة العامة للمملكة. ثامنا فؤاد علي الهمة. ولد فؤاد علي الهمة سنة 1962 في بنغرير، وبين 1992 و 1997 انتخب رئيسا للمجلس البلدي لمدينة بنغرير، ومستشارا على الرحامنة إقليم قلعة سراغنة من 1995 إلى 1997، وتم تعيينه في 1999 كوزير منتدب لدى وزير الداخلية. وفي سنة 2007 عزله الملك من مهامه ليقود الحملة الانتخابية التي فاز بها في شتنبر 2007، وأصبح مستشارا على الرحامنة. وفي سنة 2011 عينه الملك مستشارا له. تاسعا أنس خالص. أنس خالص هو نجل الراحل عبد اللطيف خالص، مدير التلفزيون المغربي السابق، وهو من خريجي جامعة باريس الأولى، وشغل منصب القنصل العام للمغرب بالعاصمة البريطانية لندن. ثم عين سفير المغرب السابق لدى إيرلندا، ثم تم تعيينه سنة 2018 مديرا لإدارة التشريفات والبروتوكولات في وزارة الخارجية والتعاون. عاشرا حسن أوريد. حسن أوريد هو سياسي وكاتب مغربي، ولد سنة 1962. حصل على البكالوريا ليدخل كلية الحقوق والعلوم السياسية بالرباط، ويتخرج منها بشهادة الإجازة في القانون العام ودبلوم الدراسات المعمقة،
وقد ناقش رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية سنة 1999 في موضوع الخطاب الاحتجاجي للحركات الإسلامية والأمازيغية في المغرب. بدأ حسن أريد عمله كإطار بوزارة الخارجية بين سنتي 1987 و 1992، مكلف بالدراسات بمكتب وزير الخارجية المغربي الأسبق عبد اللطيف الفيلالي، ثم تم تعيينه مستشارا سياسيا بسفارة المغرب بواشنطن حتى سنة 1995. عاد بعد ذلك للمغرب ليبدأ عمله التعليمي كأستاذ في المدرسة الوطنية للإدارة وفي كلية الحقوق بالرباط ما بين سنتي 1995 و 1999. بعد وفاة الملك الحسن الثاني وصعود الملك محمد السادس للعرش في أواخر سنة 1999، تم تعيين السيد حسن أريد كأول ناطق رسمي باسم القصر الملكي، وهو المنصب الذي يظل يشغله حتى سنة 2005، حيث عين وليا على جهاز مكناس تافيلالت. بعد ذلك تم تعيين حسن أريد مؤرخا للمملكة المغربية سنة 2009 خلفا للمؤرخ السابق الدكتور عبد الوهاب بن منصور الذي توفي في سنة 2008. ويرأس حسن أريد مركزا للدراسات والأبحاث أسسه بنفسه اسمه مركز طارق بن زياد، ويشتغل حاليا أستاذا جامعيا للعلوم السياسية بالرباط، كما يتولى مهمة مستشار علمي بمجلة زمان المغربية المتخصصة في التاريخ، وبها ينشر مقالات متخصصة وعمودا صحفيا شهيرا بالنسختين الفرنسية والعربية. ثم يليه فاضل بن يعيش. ولد ابن يعيش بمدينة تازة سنة 1962، درس في المدرسة المولوية بالرباط وتخرج منها، وبعدها حاز على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية إضافة إلى شهادة الدراسات العليا في القانون الإداري وشهادة الدراسات الاستراتيجية. أم فاضل بن يعيش إسبانية من غرناطة، أما والده فهو الدكتور بن يعيش الذي توفي مقتولا بالرصاص في الانقلاب العسكري الفاشل سنة 1971، حيث كان هو هذا الأخير طبيبا خاصا بالملك الحسن الثاني. تم تعيينه سفير للمغرب لدى إسبانيا من سنة 2014 إلى سنة 2017، وهو من كبار أعضاء مجلس الوزراء الملكي للملك محمد السادس، مكلف بالعلاقات مع إسبانيا. ثم يليه رشدي الشرايبي. ولد رشدي الشرايبي بورزازات عام 1962، وكان من بين أبناء الشعب المتفوقين في دراساتهم، والذي وقع عليهم الاختيار للالتحاق بالثانوية المولوية والدراسة إلى جانب ولي العهد آنذاك. ابتداء من سنة 1999 أصبح محمد رشيد شرايبي رجل الثقة الذي لا يفارق الملك في جميع تنقلاته، بل أنه أصبح موفده الخاص الذي يتكلف بالرسائل التي يوجهها الملك إلى رؤساء الدول وزعمائها. سنة 2002 سيبعد الملك محمد السادس رشيد شرايبي نتيجة خطأ مهني ربطه البعض بتسريب معلومات تهم متحركات الملك، مما جعل البعض يعتقد أنها نهايته المهنية، إلا أنه سرعان ما ظهر إلى جانب الملك كموفد خاص وكمرافق له. وخلال شهر نوفمبر سنة 2013 أعيد انتخاب رشدي الشرايبي رئيسا لمؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، وهي تهدف إلى المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، التي تشمل كل من ورزازات، زاغورة وتنغير. وهنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك وتعليق وسبسكرايب.